السلام عليكم اخوتي، صباح بخير. كلشي لاباس؟ كلشي لاباس الحمد لله والشكر لله. دونك غنكملوا الفيديوهات ديالنا ديال السلسله ديال جافا. دونك احنا غاديين بشويه بشويه غاديين في جافا ان شاء الله، باش نوصلوا مع الاخر تاع السلسله لواحد النيفو واعر اللي غيكون واعر في البراكتيس ونيفو واعر لا يكون في التيوريك. اوكي سوا الدراري، اليوم غنهضروا شويه على الاورينتد اوبجكت بروغرامين، لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي بالفرنسيه. دونك قبل ما نتكلموا على اوبجكت اورينتد بروغرامين، خصنا نعرفوا انه واحد الباراديغم ديال البروغرامين. وفي البروغرامين عندنا بزاف ولا العديد من البارادايمز، عندنا المعروفين بروسيدورال، اوبجكتيف اورينتد، لوجيك بروغرامين ولا فانكشنال بروغرامين بارادايم. هادو هما الرئيسيين، كاين بزاف تاع لي بارادايمز مي هادو هما لي رئيسيين المعروفين بزاف. كاين بزاف دونك يمكن لكم تقلبوا عليهم. دونك هذا ماشي هو الموضوع ديالنا اليوم. دونك انا بغيت نعطيكم واحد الفكره، مهم ما خصناش نعرفوا كل شيء في شي حاجه، المهم نعرفوا شي حاجه. دونك في لوجيك بروغرام كاين دي لانجويج بحال برولوغ. دونك في الفانكشنال بروغرامين كاين هاسكل. دونك الفانكشنال بروغرامين ولا بزاف في لا مود او في الموضه تاع البروغرامين هاد العوام الاخيره، وكل شيء ولا كيتجه ليه. دونك واحد الوقيته كانت عندنا المود هي الاوبجكتيف اورينتد بروغرامين، واحد الوقيته كان البروسيدور بروغرامين بارادايم هو اللي كان في لا مود. هاد الاعوام الاخيره كاين فانكشنال بروغرامين، ولكن هاد الشيء ما كيخليش ان كل شيء اللي بارادايم تيكونوا دونك تيكونوا خدامين. دونك ماشي معنى ان الاوبجكتيف اورينتد بروغرامين واحد الوقيته ولا في تراند يعني ان البروسيدور بروغرامين بارادايم ما بقاش، يعني بحال بغيت نقول لكم ان السي ديما راه وباقي الان حاضر. جافا حتى هي من ديما وبقات حاضره. دونك الا بغينا نهضروا بروسيدور بروغرامين بارادايم هو السي. دونك كيما عارفين كاين لانجاج سي، دونك سي ان لانجاج اللي تنسميوه بروسيدورال، اللي كيعتمد على لي بروسيدور ولا فانكشن. اي الاوبجيكتيف اورينتد بروغرامين بحال جافا، سي شارب، ميم جافا سكريبت. دونك سي هما دي لانجويجز اللي كيعتمدوا على الداتا، كيعتمدوا على الاوبجيكت. اوكي ولكن في هاد العوام الأخيرة، بما أنه الفانكشنال بروغرامين ولا مهم ولا مهم عاوتاني البارالل بروغرامين، خاصك دير ان بروغراماسيون ولا واحد النوع من بروغرامين اللي تيكون بارالل، اللي يقدر يستعمل بروسيسور، يستعمل بليزيور ولا ميني بروسيسورز في مرة واحدة. دونك لي لانجويجز تيحاولوا يتادابتاو مع هاد المتغيرات كامله. بحال دابا جافا، دونك هو تاريخيا اوبجيكتيف اورينتد بروغرامين، ولكن تيحاول يدير واحد سبورت لواحد الفانكشن بروغرامين. دونك الى شفتوا في جافا فيرجن 8، جافا 8 حتى في بون هاد جافا. دونك الفيرجن الاخيره، الفيرجنز الاخيره من جافا 8 حتى لجافا 13، جو بونس حنا وصلنا ل 13 يمكن جافا 13، حيت دابا ولاو كيديروا اون فيرسيون ولا فيرجن كل 6 اشهر جافا. دونك دابا يكون وصلوا لواحد 13 ولا 14. مهم ان من الفيرجن الثامنه حتى لحد الان، دونك جافا دخلت مفاهيم كستريمز، كلاندا اكسبريشنز، اللي هما شويه مفاهيم اللي تشبهوا الفانكشنال بروغرامين. الى بغينا نشوفوا جافا سكريبت ولا نود جي اس،
كلها ميم في انجولار في دي فريم ورك لايك انجولار ولا رياكت جي اس تلقاهم تي يسوبورتيو دو فانكشنال بروغرامين اللي حيت هاد الاعوام الاخيره راه في تراند دونك كل شيء كيحاول يركب على تراند هاد اللحظة هاد الاعوام ولكن اوبجيكتيف اورينتد بروغرامين حتى هو لحد الان باقي حاضر دونك كل شيء لاقي كل شيء كل الباراديغم عندهم المكانه تاعهم في سوق العمل وفي سوق وفي العالم ديال بروغراماسيون ولا البروغرامين سو داري دونك تعتذر بعدا الا كنت تستعمل الفرنسيه والانجليزيه تنحاول نستعملهم بجوج وتنستعمل العربيه باش اللي ما فهمش الفرنسيه يفهم الانجليزيه واللي ما فهمش الانجليزيه يفهم العربيه واللي ما فهمش العربيه يفهم الفرنسيه سو دونك هادشي اللي كاين هاد الساعه دونك كيما قلت لكم دونك جافا دونك هو لانجويج اللي تعتمد على الاورينتد اوبجكت بروغرامين دونك معناها ان الاوبجكت هي اللي عندها الكنترول على الكود اوكي في لانجويجز بحال سي اللي هما تعتمدوا على البروسيدورال فانكشنز البروسيدور والفانكشنز هما اللي عندهم المكانه الاعلى اللي هما اللي تكون باردون سوري حتى نركزوا البيهيفير ديالنا وتركزوا الكود ديالنا دونك على الفانكشن والفانكشن هي اللي والبروسيدور هما اللي تيديروا المانيبيوليشن الداتا داكو بالنسبه للاورينتد اوبجكت بروغرامين الاوبجكت هو اللي تعطيك الاكسس للميثود باغ فور اكزامبل الناس اللي كيخدموا بجافا الا بغينا نديرو ان شي با نديرو واحد تريتمون ولا نديرو واحد واحد تاسك ولا واحد الكود معين تنديروه بواسطه ان اوبجكت نديرو اوبجكت فور اكزامبل نديرو كار هنا عندنا دي ميثودز get fuel get speed الى بغينا ولا باغ اكزامبل درايف هذه ميثود تنديرو اون انستانس ديال الكار دونك تنديرو كار جي با نديرو انستانس تكون باغ اكزامبل تويوتا نديرو تويوتا بوان درايف دوت درايف دونك اوبجيكت هو اللي تيدير الكونترول اكسس للميثودز اوكي دونك ماشي العكس ماشي الميثودز ماشي الفانكشن هي اللي كت عندها تتحكم ولا اللي عندها الكنترول على الكود سو الدراري دونك هاد المفاهيم شويه عميقه دونك نحاول نعطيها لكم بطريقه مبسطه وفي نفس الوقت تكون حقيقيه ماشي غير ندير لكم داك التبسيط من اجل التبسيط دونك سو الدراري ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نهضر على لي برينسيپس ديال الاوبجكت اورينتد بروغرامين بحال الانكابسوليشن و البوليمورفيزم و غير ذلك اوكي داري سو دونك تاع اللي كان يعجبكم الكونتنت حطوا لي دي لايك ابوناو و شيريو دونك هاد المعلومه ولا هاد الدروس مع الاصدقاء تاعكم هادشي اللي كنعطيكم راه زوين الدراري دونك فريمون سيريوزلي الا شديتو هادشي مزيان تقدروا فريمون تكونوا دي تكنيسيان عندكم باك بلس 2 ولا باك ولا عندكم دي ليسونس مي عندكم تفكير ديال الناس ديال دي انجينيور والناس بعض المرات تنكونوا دي انجينيور ولكن ما تكونوش عارفين شي حوايج فريمون اللي تكونوا تديروا الكود تكتبوا الكود بطريقه عمياء وهذا الشيء ما مهم انا ما كيعجبنيش مزيان تكون تكتب الكود ما الى ذلك ولكن مزيان تفهم اصلا علاش هذا الشيء مدير بحالك سو دونك الدراري مع الفيديوهات القادمه نحاول نتعمقوا اكثر وغنديروا ايضا اعمال تطبيقيه اللي تفهموا فيها اكثر هذا الشيء اللي كنشرح فيه الان سو الدراري ما تفكروش عليا بلايك تاعكم وشكرا تهلاو الدراري بيس